السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وطني دي زاد. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وهذا حتى تشجعونا بنحط مزيد من الفيديوهات إن شاء الله. اليوم راح نتكلم على الزيادة في الأجور. كما تعرفوا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أمر الحكومة باش يوجدوا نصوص تطبيقية في أقرب الأجال، وباش نأكدوا الخبر باللي الزيادة راح تكون في قيمة النقطة الاستدلالية وليس النقطة الاستدلالية كما المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت زادوا 50 نقطة، هذه المرة أخبار مؤكدة تقول أنه راح يرفعوا من قيمة النقطة الاستدلالية اللي كانت 45 دينار جزائري، وراح تكون إن شاء الله من المتوقع من 52 إلى 53 حتى ل 55 دينار جزائري، ولكن الاحتمال الأقرب أنه راح تكون 57 دينار جزائري، وهذا نظرا لارتفاع سعر المحروقات والبحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر حاليا. يعني الزيادة راح تكون أقل شيء 3 دينار جزائري. ونزيد ثاني، المنح تاع كل ثلاثي وكل سداسي هي كذلك راح تتأثر، لأنه هذه المنح معدودين على 45 دينار جزائري واللي هي قيمة النقطة القديمة. ومن هذا نستنتج أن الزيادة راح تصب بداية من شهر جانفي، وراح تكون أقل شيء 300 ألف وطلع على حساب الصنف والدرجة. أما بالنسبة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما على بالكم راه يراجعوا فيه، ومعلومات كذلك متداولة تقول أنه في قطاع التربية الأساتذة في المدرسة الابتدائية راهم مكلاسين في الصنف 11، راح يزيدوهم صنف واحد وراح يطلعوا يوليوا في الصنف 12. أما بخصوص الزيادة في منحة البطالة، راح تكون فيها زيادة هي أيضا، بالإضافة إلى المتقاعدين كذلك، وراح نحط عليهم فيديو نشرح فيه قيمة الزيادة إن شاء الله. وأي جديد راح يكون في القناة ما تنساوش ديروا متابعة للقناة وديروا لايك. مرحبا بكم من جديد في قناة وطني دي زاد، وشكرا.